كابتن عادل عندك رأي في القرارات دي؟ كابتن تشوفها قوية، بتشوفها كافية لما حدث في المباراة؟ هي القرارات دي مش المباراة دي بس، هو المهم ان انت يبقى عندك ضوابط ثابتة مستقبلا مش لمجرد مباراة. المباراة دي ممكن تكون بداية، مش هقول لك ترهيب اللاعبين بعد كده، بس كل واحد لازم يبقى فيه خطوط حمراء ما ينفعش يعديها. الفترة اللي فاتت خد بالك، مباراة امبارح مش وليدة اللحظة يعني. مباراة امبارح تراكمات قديمة كتير اللي حصل فيها كابتن؟ اه طبعا طبعا تراكمات قديمة. ما هو اكيد اللي حصل امبارح مش عشان مباراة امبارح بس، اللي حصل امبارح من تراكمات من فترة طويلة. هنبدأها من كل حاجة، من مسؤولين ومن لاعبين ومن جمهور، في حاجات كتير جدا لازم نرجع. لما تبقى الدنيا ملخبطة معاك والدنيا مش ماشية كويس لازم ترجع للأساس. الأساس انك تبقى هادي وتركز في الحاجة، اللعبة، الحاجة الأساسية بتاعتك اللي هي الكورة. انت بتتكلم للعيبة يا كل كابتن. حاجة، كل الناس، انا ما كل الناس مش اللعيبة بس، كل الناس لازم تركز في حاجة واحدة بس. احنا دلوقتي بقينا مركزين في ان انت تبقى عندك قصف جبهة، مركزين ان انا بقى في بطولة تانية غير بطولة الدوري، بقى في بطولة على السوشيال ميديا ان مين اكتر واحد جاب لايك، اتشاف جاب واكتر لايك. واحد قال كلام ضرب بيه جبهة التاني. دي مشكلة، دي مشكلة كبيرة جدا، مشكلة كبيرة. انت بتعلم اجيال تانية، تاخد بالك في اجيال تانية طالعة هي بتعلم الحاجات دي. صحيح. هو احنا شفنا، احنا في ناس، في جزء شاف يعني السوشيال ميديا ما كانتش بالقوة دي. بالقوه دي على ايامنا، فكانت الامور الى حد ما بتتعلم من الناس اللي بتشوفها. بتشوف كل نادي عنده رمز من رموزه، مش رمز واحد، رموز كتير جدا. حتى مدربينك كانوا بالنسبه لك رموز بتتعلم منهم حاجه، لكن انت دلوقتي الاساس دلوقتي ان انت بتتكلم في مين قصف جبهه مين، ومين قال ايه، ومين شعره عامل ازاي في التلفزيون، ومين شكله حلو، ومين صورته جابت اعلى واحد. مش ده الاساس. الاساس الكوره، الحاجات دي الجمهور بيجي لك لما انت تبقى نجم كبير، مع صحيح. احترامي لكل الناس اللي جت في التاريخ. شفت الانترو بتاعه ليه يا عادل؟ لا والله ما شفتش حاجه، انا جاي يعني كويس ان احنا بنتكلم في نفس اتجاه. ده خد نفس بالك اتجاه. كل الجيل هيتكلم نفس الكلام ده. هو الكلام انا لا مش هو بتاعي. الفكره زي ما انت بتتكلم صح. انا الملعب، الملعب هو، انا في الاول وفي الاخر ملعب. خد بالك الجمهور، انا بعد ما الناس دي لما بعد ما تبطل، لا عمرك هتيجي تقول اصل واحد اتكلم على الاهلي قال ايه على الاهلي، ولا ده لعيب ده النتيجه. لعيب جامد جدا عشان اتكلم على الزمالك بطريقه مش كويسه. لا عمرها ما كانت كده. عمرها انا ما كان عندي مباراه، كل الناس عمرها ما كانت ما عندها مباراه مع في السوشيال ميديا ان انا النهارده مين ده قال ايه، فالجمهور ده هيقف معاه. هو وخد الجمهور بالك بيحب حازم امام عشان كابتن طارق مثلا، ولا لا كابتن، ولا اي ولا ابو حاجه، تريكه، ولا عشان كانوا بيقول كلام ولا عمر على السوشيال ميديا. الجمهور بس التاني. احنا بقينا موجهين، معلش انا هطول في الحته دي لا شويه. قول 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 احنا للاسف بقينا في كل المجالات على فكره، مش في الكوره بس، في كل المجالات بقى اكتر فيديوهات تتشاف هي الفيديوهات اللي فيها اثاره، وان انا عندي مشكله، وان انا هعمل مشكله مع مين. لعمر فيديو فيه واحد محترم بيتكلم بيجيب اعلى. ممكن تلاقي فيديو عامل واحد محترم وبيتكلم كلام منطقي جدا تلاقيه عامل 1000 مشاهده، وتلاقي واحد شاتم وعامل 700 ولا 800 الف ولا مليون مشاهده. فاخد بالك هو ده بقى الزمن اللي احنا فيه دلوقتي للاسف كده. اي برنامج، اي حد عايز ينجح بيجيب حد يتكلم في حاجه بره الصندوق خالص، بره الصندوق غلط مش صح. بره الصندوق ان انا اجيب واحد اقعد اتكلم، اقعد اتريق على الناس، ان انا اشتم، اقول مش عارف مين عمل ايه، ده مش ده الصح. مش هو ده. وخد بالك ده رصيد وقتي، رصيد لحظي، ان انت النهارده جبت ده، لكن بعد كده هو ده اللي بيعمل الفلوس ده. ماشي، خد بالك الفلوس ايه معناها؟ طيب انت ايه معنى الفلوس؟ هم فكرهم كده. ماشي، فكرهم، مفيش مشكله على فكره. على خد فكره بالك انا معاك جدا طارق، ده انحدار فكري، ان انت النهارده هتكسب فلوس، بس بعد كده انت لما تيجي ولادك مثلا، ولا اي حد، مراتك، ولا اي اهلك، انت جبت الفلوس دي عشان انت طلعت اتريقت على طارق السيد، ولا اتريقت على فاروق، ولا على الجمهور ولا ده، اتريقت ولا على على الجمهور؟ الجمهور ده. هو صح. ده لا، خد بالك الناس المحترمه الجيل القديم عمره ما كان عمل لقطه عشان ياخد عليها رصيد. دلوقتي احنا كل رصيدنا ان احنا عايزين نعمل مشكله، كل على كل المستويات. فانا شايف ان احنا لازم نرجع، وفكرنا لازم يتغير شويه يعني.